عايز من الرئيس الجاي. عايز من الرئيس الجاي. انا عاوز ان شاء الله من رئيس الجمهوريه القادم. انا عاوز من الرئيس اللي جاي. انا عايز من الرئيس الجاي. انا عايز من الرئيس القادم. عايزين من الرئيس اللي جاي. اطلب من السيد رئيس الجمهوريه الجديد. انا عايز من الرئيس الجاي يوفر فرص عمل للشباب. البطاله كترت والعيشه غليت ومش قادرين على المعيشه. عايز من الرئيس الجاي انه يدخل الواي فاي والنت والحاجه دي كلها والايباد والحاجه دي كلها في المدارس. سيبقى التعليم مرتقي زي البلد الثانيه. انا عاوز ان شاء الله من رئيس الجمهوريه القادم ده موضوع الصحه وموضوع المستشفيات الحكوميه ونشوف الحاجات الناقصه هناك، لان المرض انتشر كتير وللاسف الشديد الدكاتره والاجهزه وكل ده في نقص شديد خالص. انا عاوز من الرئيس اللي جاي يمنع الشمامين والبرتقال اللي في الشوارع اللي هم نايمين ليل ونهار وبيأذوا الناس ليل ونهار. انا عايز من الرئيس الجاي كام طلب كده، عايزه يجيب حق الصحفيين اللي بيتقتلوا وبيتصابوا كل يوم، وتعدي قوات الامن على الطلبه كل يوم، وعايز يجيب حق الناس اللي اتقتلت في رابعه والنهضه، وعايز يجيب حق وعايز يجيب حق التظاهر ان انا اتظاهر في اي وقت من غير ما يذلني او يعاقبني او يقول عليا ارهابي. انا عايزه من الرئيس القادم ان احنا نقدر نمشي في الشارع بامان. اول حاجه يبقى في امن حقيقي، مش مجرد ان احنا بنشوف في التلفزيون هنا مدرعات وهنا مدرعات وبنسمع عن ده بيموت وده بيموت. طبعا دي حاجه بتحزننا كلنا، ان دول اخواتنا ودول اخواتنا. عايزين من الرئيس اللي جاي ما يكونش عسكري، دي اول حاجه، لان احنا محكومين بالعسكر من سنه 52. فحضرتك احنا عايزين رئيس مدني يدينا عداله اجتماعيه للبلد، بلد بايظه خالص. اطلب من السيد رئيس الجمهوريه الجديد اللي هيجي تحسين البلد، العمل في البلد يكون الناس تعمل، العيش يكون متوفر، الامن يكون متوفر، الدنيا الخضار غالي والدنيا غاليه، الناس مش عارفه تمشي. كيلو اللحمه بقى ب 75 جنيه، الناس الفقراء هتجيب كيلو اللحمه ب 75 جنيه ده منين؟